أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل وأهلا بكم ضمن النشرة الاقتصادية. دعا مشاركون اليوم في لقاء بدار البيضاء الفاعلين الاقتصاديين ببلدان منظمة التعاون الإسلامية إلى الاستغلال الأمثل لفرص الاستثمار التي تقدمها البلدان، وطالب المشاركون في الندوة التي نظمت حول تسهيل التجارة والاستثمارات بين المغرب وبلدان المؤتمر الإسلامية بالعمل بشكل أكبر من أجل استغلال الأمثل لفرص الاستثمار التي تمنحها الأسواق العربية والإسلامية عبر تطوير المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات بين دول منظمة التعاون الإسلامية. قال وزير السياحة الحسن حداد اليوم إن الشركة المغربية للهندسة السياحية سجلت حصيلة إيجابية ببلوغ 259 ألف سرير سياحية بشكل تراكمي إلى غاية ما تم ماي 2016 وافتتاح العديد من الشركات الدولية في مختلف مناطق المملكة. وأوضح حداد في لقاء ترأسه مجلس رقابة الشركة أن هذه الحصيلة الإيجابية يجب أن تتعزز خلال السنوات الخمس المقبلة من خلال تعبئة 20 مليار درهم في الاستثمارات السياحية سنويا مقابل 10 ملايين درهم ما بين 2010 و2015. تعتزم شركة ماستر كارد العالمية الرائدة في خدمات الدفع المالي الإلكتروني استثمار مبلغ يتراوح ما بين 700 و800 مليون دولار في الهند في أفق عام 2020. وقال مدير الفرع الهندي للشركة في الهند في تصريحات صحفية إنه سيتم توجيه هذا الاستثمار نحو تمويل قطاعات المعالجة وتطوير التقنية المرتبطة بالهاتف المحلول والحلول التكنولوجية وتحليل البيانات. لحظة ننتقل إلى مستجدات بورصة الدار البيضاء التي أغلقت جلسة الأربعاء على الخط الأحمر بالنسبة للمؤشرين الرئيسيين مازي وماديكس، ولدان سجل على التوالي من قيمتهما ناقص 0.50% وناقص 0.45%. وأبلغ مؤشر مازي وهو مؤشر شامل يضم كافة القيم من نوع الأسهم 9501.78 نقطة، في حين بلغ الماديكس وهو مؤشر يتألف من القيم المدرجة باستمرار في البورصة 7764.79 نقطة. بهذا نكون وصلنا إياكم لختام موعدنا الاقتصادي، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.